سيد بحر سيد زمان تكسر لي عندي اكو شيء 25 سنه 24 سنه لانه احنا ساكنين بجبال تعودت على المينون اكيد مش هروح عميد عمشيت ولا طرابلس ولا البوار يعني كمان حكيت خلص هون بيتنا يعني اسمعي 25 سنه يعني قلت له انا بس موت قبل شيء تليفوني بقى مجمع نعمل مقبره هون هيك اربع باربع بيتي ضيعتي اهلي عايش فيها صار لي عمري 38 سنه عايش بجبال كلها بجبال بطلع الضيعة ويش بيت رسمية بس مش عندي بيت بالضيعة هون المينا المينا يعني قط النوم تبعي يعني بيتي هيك الشير بني هون بيجي السايح من برا أول ما بيطل عندك من أسرات السور هون هيدا اللي شايفه الطاحون هيدا السور هيك أول ما بينزل بشوف البحر لازم حلو في بورن وفايد والكل بيشوف في عندنا القلعة في عندنا متحف الشمع المينا السياحية هون في شوق يعني بيجي مره بيرجع بعيده خاصه بالليل خاصه يعني عند غروب الشمس تمشي مثلا واحد عم ياكل بوزه بيجيبوا له كعكه كذا بوقف مش فاضي رح ريلاكس الجسم يعني الاعصاب ريلاكس هيك بيعمل بدك هاي لهونيك مش عم بيعمروا عم بيعملوا مهرجان البيبلوس هذا الطحون المدرج مدرج عم بيعملوا مثل رحيب لما بيجوا مثلا بكره بيعملوا كل جمعه حفله مثلا هاي الموسيقى هاي كذا بيجي فنانين من برا وبيجوا الرحيب سبعة ثمان ايام السنه عاملين صيف 48 كل سنه بيعملوا صار لهم اربع سنين عم بيعملوها كل سنه بس يجي دور رحيب فول وبيرجعوا بيجللوا اربع ايام اساس الفستيفال قبل سنه 92 هلا قبل 98 كان في كثير محاولات فرديه يقوموا فيها بقلب القلعه يعملوا احتفالات بس ما كان في فيستيفال بسنه 98 رومي لحود اسس الفيستيفال واخذ الاجازه المرسوم بفيستيفال انترناسيونال دو ميكروس طبعا تطور هالفيستيفال وتطورت اللجان معه يعني لانه بسنه 99 وقت اللي صار البلديات كان الوزير جانبي أرباحي رئيس بلدية جبال اهتم بهالفستيفال انه لازم يكون مثل الفستيفال الموجودين على الساحة اللبنانية على الأقل إذا ما كانش أحسن وهيك انطلقت الفكرة وتأسست وترسخت أكثر انه لازم نعمل فستيفال جبال يكون على مستوى عالمي يعني نحن ننعد من أول المهرجانات الدولية لأنه مدينة جبال بليق فيها أنها تكون عندها فيستيفال أول شيء التراث والحضارة يلي انطلقت من جبال هي المدينة مش بحاجة أن نعرف عنها بس بحاجة أن نحط نعمل من قيمة هالحضارة الحلوة نعمل فيستيفال وبعدين في ناحية اقتصادية لأنه الفستيفال له وجه ثقافي له وجه حضاري له وجه اجتماعي اقتصادي وهيدا يلي هو كتير مهم لأنه مشان تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة وبالقطاع هلا مدرج عاملينه أكبر من كل سنة في 4800 كرسي بسام مبدئيا حتى مدرج جديد من برا سيستم ماليزي فيش عنا ستيج هلا ستيج تبعتنا في زياده تبع رحايبنا بده يعني بيكبر اكثر هلا مثل ما انه معمول 25 ب 16 لجوا هلا بعدين بده يصير 40 ب 25 تحت كله بلاتفورم خشب وحديد كله حديد ملقى تحت على الصخر مثبتينه على الصخر نحن الماي لان في صخر خدنا بوينت يعني الليفل تبعه ركبنا حديد على الهوتور اللي بيناسب تطلع معنا بلاتفورم اوريزونتال عندنا مثل كل سنه يعني مهرجاننا لنا دولي متنوع من كل دول العالم هالسنه في عندنا كمان برنامج متنوع عندنا من انجلترا عندنا من البرتغال عندنا من فرنسا عندنا عم بتسير عم يعملوها بهذا الشهر عم تطلع تقريبا السياحه
يعني المغتربين، وحتى يكون في صديق كله عم يقطع ويفوت، كله عم يحضر كوتي اجمالا يفوتوا. بس اللي يجي خصوصي بضل بس 1-2% مثلا، بس بكفيك اللبنانيه بس اللي عم يحضروها ويخبروا اصحابهم برا وكذا حابين يجوا يحضروها بيقطعوا وبيجوا كثير، بس انه الاكثريه كلهم لا. بس هن بيقطعوا الطريق مثلا من الساعه 6 من عشيه مع الخمسه تقريبا بتنزل البلديه، ممنوع السيارات تنزل. هل جايب عائلته ومعه اولاد صغار والصانع وكذا بيمشوا بالشمس من فوق لون تكرمال، بروح مشوار بقى خلص بيقول بلاها يلا روح تروح على الجر، روح تروح على الملاهي، روح تروح على المطعم، بيجوا بيبقوا قاطعين كروتي ان كان بدولار وان كان ب$70، بيبقوا حاطين روسهم مثل الغنم وساحبين بفوتوا بيحضروا بيخلصوا بيحطوا راسهم مع وجهن انه فلين مش دومري قليل. لا بس اذا عاملين شي فرقه شي مثلا مسرحيه للاولاد الصغار للرقص للكذا بناخذ لنا كم نقله كم نقله، بس انه بيجوا بينعشوا المنطقه هيك بينعشوا المطاعم اكيد اللي بيجي 5-6 ساعات وكذا بده ياكل بده يشرب بده سندويشه قطعه كريب همبرجر كذا مثلا بيقعدوا بيشتغلوا المطاعم سناكي بلتش. بس نحن كبحر واحد نص 1% بنشتغل. الجبال بالنسبة لإلي هي أقرب شيء لنفسي، يعني لأنه هالمدينة اللي خلقنا فيها، على فكرة إنه نحن كلنا كوميتي جبيلية، هالمدينة اللي خلقنا فيها واللي تربينا فيها وحسينا معها، وكنا وقت كنا صغار يعني كنا نشتغل بالنادي وبالجمعية ودايما نقوم بنشاطات اجتماعية لتخدم هالمدينة. هلا سنحت لنا الفرصة ان نقدر نقدم شيء لهالمدينة ولأهل المدينة، وهي من لجنات بيبروس الدولية.